بجدد التحيه بحضراتكم، لسه مكملين مع حضراتكم في الاستوديو التحليلي لمباراه حرس الحدود وفيوتشر اللي انتهت بهدف لا شيء لفيوتشر. نجيب، يمكن النهارده مش احسن حاجه لفيوتشر، ولكن الهدف من المباراه هو ان فيوتشر فاز، ايا كان الهدف حتى لو بالخطا، ولكن دي حصيله المباراه ان فيوتشر هو اللي صعد للدور نصف النهائي. فيوتشر بيسعى للحفاظ على النسخه الثانيه على التوالي للقب. شفت النهارده المباراه ازاي؟ وعلى الجانب الاخر كمان خلاص يعني حرس الحدود بيفقد كتير من فرصه كاس رابطه، موقفه صعب جدا في الدوري. يعني لما نقول فيوتشر، خلينا احنا عارفين احنا بنتكلم عن انجح مشروع رياضي مصري في اخر سنتين، الموسم الحالي والموسم السابق. بطل كاس الرابطه الموسم اللي فات، في موسمه الاول في الدوري الممتاز، في سيمي فاينال كاس الرابطه الموسم الحالي، مربع ذهبي الدوري المصري السنه اللي فاتت، وشارك في البطولات الافريقيه، حاليا هو الثاني في الدوري المصري وهو اقرب الفرق للمشاركه في دوري الابطال السنه الجايه مع البطل ايا كان هيكون اسمه يعني. فالحقيقه احنا هنا بنتكلم عن فريق بمواصفات خاصه. كواليتي بان في الشوط الثاني رغم ان هم مش في يومهم، ولكن فرق الجوده، مش بتكلم على فرق جوده اللاعبين، ولكن كمان على فرق جوده الاداره الفنيه للمباراه والتغييرات. يماني قال جمله كويسه قوي، ان من اول الدقيقه بعد الثلاث تغييرات تم مساواه الدقيقه 65، اللي حصل ان الفريق قدر يسيطر ويفرض سيطرته على الجيم، بانت جدا. اهم حاجه في شخصيه البطل والمواصفات، لما تبقى مش في يومك تقدر تطلع بالمكسب، هو الاهم بكل تاكيد في كره القدم، ويظل فيوتشر هو المرشح الاول فوز بكاس الرابطه العام الثاني على التوالي. طيب استاذنكم خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين معاكم، ابقوا معنا.